نعم بالفعل، من ناحية اللسعات ديال الباعوض فكنشوفوها بزاف كتكاثر في فصل الصيف لأن بحكم الحرارة، فهاد اللسعات هذه كتأثر كثير على الناس خصوصا الأطفال الصغار، لأنه كيوقع يعني حبوب حمر يعني مؤلم بالنسبة للجلد، تيكون أيضا واحد الحكة اللي كتكون كثيرة، وأيضا عند الناس اللي عندهم واحد النوع تاع الحساسية ديال الجلد، فهاد الحبوب هذا ديال اللسعات تاع البعوض كياخذ واحد الأثر كبير، والمخلفات ديال هاد الحبوب هذا ديال اللسعات هي ندبات ديال الجلد اللي كتكون بنية اللون واللي كتكون كتصعب أنه تزول مع الوقت. فلذلك فإن معظم الناس كيلتجؤوا لبعض يعني المواد الكيماوية اللي كنديروها مثلا في لي بريز واللي كتباع في المتاجر، ولكن هاد المواد هذه الكيماوية اللي كتكون هي يعني مضادة لهاد البعوض، فما كنعرفوش الآثار الجانبية ديالها، وبعض المرات كتكون مضرة بالنسبة للصحة. لذلك فكان نصح الناس أنه ما بين الوسائل الوقائية الأولية بالنسبة لهذه اللسعات هذه هي استعمال الحواجز اللي كنقدروا نستعملوها في النوافذ مثلا بحال لي موستيكير. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم واحد النوع تاع الحساسية، يعني أنهم خصهم يلبسوا إلا كان بالإمكان يعني ملابس اللي كتكون طويلة واللي كتحميهم من هاد اللسعات هذه. وكذلك كنقدروا ننصحوا في الاستشارة الطبية بعض المرهمات اللي كتكون أو الزيوت اللي كتكون كنقدروا نستعملوها على الجلد، واللي كتلعب واحد الدور انها يعني بحال كتبعد هاد البعوض هذا باش ما كيوقعوش هاد اللسعات.